لأن معنى الرحمة نعم هو أن يرحم الراحم المرحوم. يرحم يعني إيه؟ يأخذ بحنان في كل شيء. نعم. ما يعني إن زلت نفسه بشيء ما يعجلش بالعقوبة. نعم. ولذلك قال ويعفو عن كثير. يعني أنا ما باخد كوشي في كل حاجة برضو إيه وبعملت أوكازيون للطاعة من الصبح. صلاة الصبح كفارة. نعم. وصلاة الظهر كفارة لما قبلها وصلاة العصر كفارة لما بعدها. بعدها. كل دي نعم. علشان تستقبله كل وقت بإيه بغسل سيئات ما بين الوجه سيئات ما بين الوقتين. نعم. يبقى فيه رحمة والرحمة تطلق على ألا يدخل الداء الجسم لأن فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ورحمة شفاء إن كان الجسم فيه داء. نعم. ورحمة بأن لا يجيء الداء. نعم. الله. نعم.